السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حنديرو كيكة بالليمون. عندي هنا 4 حبات تاع البيض، راح نضيف عليهم قرصة تاع الملح وكاس تاع السكر حرش، وراح نضرب كلش مع بعض بالباتر. بسم الله. نخلط البيض مع السكر مليح والقرصة تاع الملح، راح نضيف كاس الا ربع تاع الزيت. ندير بشويه ونضرب. بسم الله. درك راح نضيف نص كاس تاع الحليب. الحليب ما يكونش بارد بزاف، خرجوه من قبل من الفريجيدار. ونص كاس تاع العصير تاع الليمون، جو سيترون، تقريبا جوج حبات تاع الليم عصرتهم، يعطونا العبر تاع نص كاس. لكن عندكم غير شويه حبه ولا عصروها وزيدوا لها شويه تاع الماء حتى تحصلوا على نص كاس. دوك راح نضيف مغرفه كبيره تاع الخل الابيض. الخل الابيض هذا الخل يخلي الكيكه تخمر مليح وتجي هشيشه. مغرفه كبيره خل ابيض، شوف حبات على الليمون. درك عندي هنا 2.5 كيسان تاع الفارينة مغربلة، نفس الكاس اللي عبرنا به عبرت به 2.5 كيسان فارينة تكون مغربلة. راح نضيف عليها 2 كيس خميرة، 2 أكياس خميرة كيميائية، وزن الكيس 10 غرام. وراح نخلط بشويه بلا ما نهبط هذا الخليط، غير بشويه. في الوقت هذا راني دايره الفور باش يسخن. نخلطو غير بشويه. درك عندي هذا المول كيما راكم تشوفوا، الطول تاعو 30 على 22، العرض 22. راح نفرغ فيه الكيك. دهنتو بالزبده، دهنوه غير بالزبده ولا بالزيت ورشوه بالفرينة. كيما راكم تشوفوا راح ندخلها الفوق باش طيب. كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت الكيكة تاعنا خليتها بردت، دايما تستوها بالكيغدة كي تكون في الكوشة، كي يخرج ناشف معناتها راهي طيبة. أنا خليتها حتى بردت وراح نرشها بسكر كلاص. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيكه تاع نهار اليوم درناها بالليمون، وتجربوها كما تشوفوا تجي خفيفه. شوفوا ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم، والى اللقاء.